بس هو يستحضر هذه القيم أو بحفز المسألة في الموضوع. الأردني الشعب الأردني أظن لا يحتاج إلى تحشيد في القضايا الوطنية، في المسائل التي تتعلق بأمن البلد واستقرار البلد وسيادة البلد والمحافظة على النظام السياسي في البلد وقيادتنا الهاشمية والعلاقة مع جلالة الملك، كل هذه مسلمات لدى الشعب الأردني، فعندما نتحدث فيها تجد بأنه الاستجابة تكون كبيرة وواسعة. أو غير اللاجئ داخل وخارج الأماكن العامة عن طريق أن احنا نحط له تحت قدمه حاجات معينة بحيث ان هو يمشي عليها، يعرف اذا كان هو مثلا ماشي على رصيف او ان هو سيعبر الشارع او 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 الاغيادة كتبها راعي اعمى راعي اغنام ايه 40,000 بيت من الشعر، هذه الاغيادة والاوديسة بعدين تمجد فرسان الاغريق القديم حربهم على طروادة وفيها يعني مجال واسع من الإنسانية والتعاطف والبطل التراجيدي. دي احنا اكيد بدنا نعرف الشباب شو الطرق والحلول على انه احنا نقدر نوعي الشعب بانه ما يصدق اي شيء مثلا ينشر في الاعلام او تطلع اشاعة. ان نطلق شبكتنا البحثية في لإيماننا بالدور المطلوب منا تجاه هذه القيم، وكيف يمكن للبحث العلمي أن ينهض بهذا الدور الإنساني.